سيد الدكتور ألكسندر بوكيتش رئيس مجلس جامعة بلغراد، السيد براوكلي بوكيتش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والتنمية التكنولوجية، السادة الأساتذة الأجلاء أعضاء مجلس جامعة بلغراد، السادة الأساتذة أبنائي وبناتي طلاب جامعة بلغراد، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي بداية أن أعرب عن شكري وامتناني الكبيرين لمنح درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد العريقة، وإنه لمن دواعي الفخر والسعادة أن أخاطبكم اليوم من فوق هذا المنبر العريق في وسط كوكبة من علماء الجامعة والشباب الجامعي الصربي الواعد، وفي رحاب جامعة بلغراد الرائدة التي تعد أكبر وأقدم جامعة في صربيا وترجع نشأتها إلى أكثر من 200 عام، كما يعود الفضل لمساهماتها الفعالة في نشأة العديد من الجامعات في صربيا ومنطقة البلقان لتؤدي دورها المنوط بها في الارتقاء بالمجتمع من خلال مساهمة أساتذتها وطلابها وخريجيها من النوابغ الصربية في تطوير الحياة الثقافية والعلمية والتعليمية والسياسية والاقتصادية لدولة صربيا. السيد الدكتور رئيس الجامعة، إن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا ولا سيما على صعيد حركة عدم الانحياز والتي ساهم الزعماء المؤسسون وغيرهم من القيادات التاريخية الوطنية الملهمة في تأسيسها بكل ما لها من قيم ومبادئ نعتز بها حتى يومنا هذا، وتشجع بلدينا على ضرورة استغلال قدراتنا وإمكانياتنا في تحقيق أهدافنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا الإقليمية والدولية.